أستاذ أحمد فوزي الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. هل أنتم في الحزب الديمقراطي راضون عن التأجيل ويتماشى مع مصلحة حزبكم؟ يعني أنا رأيي أن حكم المحكمة الدستورية بيعطينا فرصة مرة أخرى لإعادة فتح حوار جدي على المسار السياسي اللي احنا ماشيين فيه من بعد 30 يونيو. وأتمنى أن احنا نستغل حكم المحكمة الدستورية ولا نتعامل فقط أن القانون فيه عوار دستوري أو عوار قانوني، ولكن هناك مسار سياسي. حلف 30 يونيو بيتعرض لمخاطر كبيرة. كل الأشخاص اللي معارضين لاستبداد نظام مبارك والمعارضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين، جزء منهم كبير أصبح غاضب على المسار السياسي اللي احنا مشتركين فيه دلوقتي. أتمنى أن حكم المحكمة الدستورية ده يعيد مرة أخرى فتح حوار جدي على المشكلات السياسية التي تتعلق بالانتخابات. طيب كل هذا ألا يعتبر سيد أحمد دليلا على تخبط النظام الحالي، دليلا على تخبط حتى هذا التحالف؟ ولماذا لم تتم على الأقل معالجة هذا القانون من قبل؟ الأزمة مش أزمة القانون بس يا أستاذة، الأزمة أزمة أن اللجان اللي تكلت لي سن القانون مباشرة أو سياسية أو سن قانون البرلمان أو سن قانون تقسيم الدوائر ما خدتش باعتبارات سياسية. أي قانون انتخابات في الدنيا بيبقى الهدف الرئيسي منه هو محاولة تمثيل كافة طوائف المجتمع والقوى السياسية اللي موجودة في المجتمع في البرلمان. يعني القانون المفروض إنه يمكن الفئات الضعيفة أكتر، القانون المفروض إنه يمكن القوى السياسية الصغيرة، القانون المفروض أي قانون بيتعمل عشان كافة طوائف المجتمع تشعر إنها ممثلة داخل البرلمان فلا تلجأ لطرق احتجاجية ولا تشعر أنها خارج السلطة التشريعية اللي ممكن يا إما تمارس فيها إن هي تكون بتشارك في الحكم أو تكون موجودة في المعارضة. القانون بتاع الانتخابات سواء قانون بشرة أو سياسية أو قانون البرلمان أو قانون تقسيم الدوائر ما كانش هيؤدي للوصول إلى برلمان تشعر فيه كافة القوى السياسية اللي موجودة في المجتمع إن هي ممثلة تمثيل حقيقي جوه البرلمان. أرجو أن نتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا أن الموضوع مش مجرد عوار قانوني وإن احنا نعيد تقسيم الدوائر في فكرة إن احنا نزود كرسي هنا أو نقلل كرسي هنا. لا، أنا بدعو بشكل واضح وصريح السيد رئيس الجمهورية بصفته يمتلك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى فتح حوار جدي في المجتمع على إنه هناك أشياء كثيرة تتعلق بأن حوار مع من؟ حوار مع من؟ مع أطراف سياسية معظمها في السجون؟ أم حوار مع يا في السجون يا في الغربة؟ أم حوار مع المجتمع بأي أطرافه؟ يعني من يمثل هذا المجتمع؟ أنا ما سمعت سؤال حضرتك اللي في الأول كويس، معلش أنا متأسف، ممكن تعيدي تاني؟ أكيد 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 أستاذ، أنت دعوت إلى حوار جدي مع المجتمع، أنا سألتك أي مجتمع؟ حوار مع الأطراف السياسية في هذا المجتمع، أطراف نصفهم في السجون أو في المنفى؟ حوار مع القوى التي لا تتعامل مع 25 يناير مؤامرة ولا تتعامل مع 30 يونيو انقلاب بغض النظر عننا عندنا خلافات. لكن هؤلاء هم من يكونوا المجتمع المصري، هذه الآراء المختلفة التي ترى 30 يونيو انقلاب والتي ترى 25 يناير ثورة هم أجزاء أصيلة من المجتمع المصري. طبعا دي وجهة نظر حضرتك، أنا وجهة نظري أن هناك طيارين رئيسيين أفسدوا الثورة المصرية هو جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ونظام مبارك القديم. ده رأيي الشخصي، ده رأي حضرتك، ممكن نحترمه. ده رأيي. أنا رأيي أن 30 يونيو كانت موجة من موجات ثورة 25 يناير، هناك أخطاء تم ارتكابها في خارطة الطريق بعد 3/7 يجوز تصحيحها، ده رأيي. طيب أي شخص لم يرتكب عنف وأي شخص لم يفسد الحياة السياسية أنا موافق أن يكون مشارك معنا موجود في الحوار، لا أصلي في المواطنين على أنه لا. ولو أننا سنتفق أن المسألة لا تقتصر على جهة معينة وإن كان في ذلك إيماء للإخوان المسلمين إذ ليسوا وحدهم المعنيين في هذه المرحلة، لو تبقى معي أستاذ أحمد نحن نحترمه وسنناقشه. ونظام مبارك السابق الاثنين أساءوا للثورة. طيب ابقى معي أو أي ضيف ثاني أنا تحت أمرك. أهلا وسهلا، ابقى معي سنطرح هذا الرأي للنقاش معك دكتور عمر. رأيتك تسجل بعض النقاط سواء على كلام الأستاذ حاتم من سويسرا أو الأستاذ أحمد من القاهرة. وفي عدة نقاط فعلا، النقطة الأولى مسألة الاستئصال، يعني أنت لديك طيار له عدد لا بأس به من كان له عدد لا بأس به من المقاعد من قبل وربما له دعم حتى الآن،
وفكره انك تريد ان تخرجه. هذا التيار قد يكون الاخوان وقد يكون الحزب الوطني، يعني قد يكون احمد عز يعني اذا نزل الانتخابات الان قد يفوز بانتخابات حره ونزيهه يعني. لكن هذه التيارات الفكره انك يجب ان تستأصل، او البعض يرى انها يجب ان تستأصل ايا كان تعدادها 30% 50% مجتمع يعني 60% مجتمع. فهذه مشكله. المشكله الاخرى المتعلقه بدستور، بوضع البرلمان في الدستور 2014. برلمان دستور 2014 غير برلمان دستور 71، بمعنى انه برلمان له بعض الانياب، السلطه ما بين او العلاقه ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه ليست كالماضي، ليس رابر ستامب زي ما كما نقول بالانجليزيه، ليس برلمان رابر ستامب، هو برلمان له بعض الصلاحيات. فهذه تعد مشكله حقيقيه، لانك اذا 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 كنت لا تريد ال 30% او ال 20% التي سوف تعارضك في برلمان كبرلمان مبارك، عندما كان الإخوان لهم 88 مقعد وكانت مشكلة كبيرة للنظام، فأنت بالتأكيد يعني إذا كنت أكثر شراسة من مبارك وأكثر قمع من مبارك وأكثر استئصالا من مبارك، بالتأكيد لا تريد أن تكون لك نسبة 15% 10% أيا كانت في برلمان له هذه الصلاحيات، لأنه سيكون مشكلة حقيقية بالنسبة لك. المشكلة الثالثة أو النقطة الثالثة هي فكرة التمثيل العالي التي ذكرت في التقرير. أنت حين تريد أن تسيطر على هذا البرلمان لديك عدة طرق، طريقة أو فكرة أن تقول اجتمعوا على قائمة واحدة، وقد ذكر هذا الكلام. هذه يعني طريقة كلاسيكية، سالازار في البرتغال، فرانكو في إسبانيا، موسوليني في إيطاليا، فكرة اجتمعوا في قائمة، أو حتى عبد الناصر في اجتمعوا ولا تختلفوا، اجتمعوا في الاتحاد الاشتراكي أو في هيئة التحرير من قبل، أو حتى ما بين الهيئة التحرير والاتحاد الاشتراكي الاتحاد القومي، اجتمعوا في هذه الهيئة، أنا يعني أختار من سيدخل هذه الهيئة تحت ومن وصايتي ونتكلم مع بعض داخل هذه الهيئة. فشلت هذه، ويعني بعد 2011، بعد يناير 2011 وبعد الأحداث التي حدثت ربما ستفشل. فيكون الوضع هو أين مناطق قوتي؟ مناطق قوتي قد أعطيها 3 أو 4 أصوات للمواطن في مناطق قوتي، ومناطق ضعفي أنا أعطيه صوت واحد، يعني جيريماندرينج كما نقول أيضا بالله. وهذا أيضا تكتيك معروف، يعني هي تكتيكات قديمة لكن تعد الواجهة مرة أخرى. طيب دعني أسمع رأي الأستاذ حاتم عزام من سويسرا. أستاذ حاتم، دعا الأستاذ أحمد فوزي إلى حوار جدي يفتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجتمع، لكن مع يعني استئصال من يؤمن بثورة 25 يناير أو يقول عن 30 يونيو انقلاب، هل يصلح الحال بهذا الشكل؟ أولا خليني أحيي الأستاذ أحمد فوزي الذي أحترمه على مستوى الشخصي، وأختلف مع ما يطرح في عدة نقاط. أول شيء يعني دعنا دعينا من الجانب النظري، احنا أنا لم أتحدث إن 30 يونيو انقلاب بالمناسبة، أنا أتحدثت إنه 3 يوليو بيان الذي أذيع 3 يوليو من وزير الدفاع هو بيان انقلاب عسكري. وده مش توصيفي لوحدي، ده توصيف العالم كله النهاردة، ويجب أن نرى الواقع الحقيقي للأمور ولا يعني ونوجهه. يعني من نزل في 30/6 زي الأستاذ أحمد فوزي وزي غيره يحتج في مظاهرات احتجاجية وطالب انتخابات رئاسية مبكرة، أنا لا أستطيع أن أنكر عليه هذا. واختلافي معه بس فيه أنه هو كان هناك أيضا بالتزامن مع هذا الجسد الرئيسي ل 30 يونيو في ميدان التحرير، والأستاذ أحمد يعلم هذا جيدا، كان توفيق عكاشة ورموز نظام مبارك، وكان من ينتمي لثورة 25 يناير اللي أنا بحترمهم وأقول لهم وأعتبرهم أصحاب هدف ورسالة واحدة مشتركة معي، هم عند قصر الاتحادية. لم أسمع أن الأستاذ أحمد فوزي طلب ولا اللي نزلوا 30/6 طلبوا أنه يكون هناك انقلاب عسكري يعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن هذا ما حدث في 30/7، وهناك حركات 6 أبريل النهاردة، وكثيرين ممن شاركوا في 30/6 بيقولوا أنه 3/7 انقلاب عسكري. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، فكرة الحوار، أنا شايف طبعا أنه ما تمر به مصر الآن والثورة المصرية الآن هو فاصل من فواصل الثورات اللي مرت عبر التاريخ في أمريكا اللاتينية وفي إسبانيا وفي أماكن كثيرة جدا يصعب حصرها الآن، لكن أذكر لحضرتك على سبيل المثال البرازيل والأرجنتين وشيلي وغيرها من الانقلابات العسكرية. للأسف هذه الانقلابات بتؤخر الدولة
كدولة على المدى البعيد جدا اقتصاديا واجتماعيا، وبتكرس للفرقة المجتمعية. وأنا شايف أنه لابد أن يكون هناك حلا لهذا الأمر، حل سياسي، لا يكون في طرف من افتعل الأزمة. لا يمكن لمن قتل المصريين واعتقلهم أن يدير حوارا وهو متهم بجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي أنا أرى أنه الحل أنه يجب أن تتراجع القوات المسلحة للخلف مرة أخرى لتؤدي دورها المنوط بها من حماية التي يوكلها له الدستور والقانون من حماية التراب الوطني والأمن القومي المصري. هناك جرائم تمت في حق الآلاف من أبناء الشعب المصري ومذابح ما زالت تتم تحت سلطة عبد الفتاح السيسي، لابد أن يحاسب عليها هو هذه الدماء وهذه الحريات وهذه الجرائم الموثقة ضد الإنسانية. الجرائم دي أنا مش بتكلم عنها في المطلق، أنا بتكلم عن حضرتك على جرائم موثقة تم توثيقها عبر مؤسسات حقوقية دولية زي الهيومان رايتس ووتش والأمنستي انترناشونال. وهؤلاء لابد أن يحاكموا كمجرمي حرب، ولا بد أن يكون هناك حوار بين كل الأطراف السياسية. وأنا شخصيا لا أستثني منها أحدا طالما لم يتلوث يديه بالدماء لاستعادة أهداف ثورة 25 يناير دون أن تكرس لحكم فصيل أو طيار بعينه، وتكون هناك فترة من التشاركية السياسية ما بين الأطراف المختلفة، ليس من ضمنها من صنع الأزمة، وليس من ضمنها من قتل المصريين الذي يجب أن يحاكم، وليس من ضمنها القوات. يعني ربما قد يؤخذ من كلامك أن جماعة الإخوان بالتالي ستكون مقصات من هذا الحوار الذي تدعو له، باعتبار أن هناك من يرونها متورطة في بعض الأعمال. أنا حضرتك بقول إنه أنا بقول بشكل واضح وصريح إن هناك جرائم ضد الإنسانية في مصر موثقة ضد سلطة عبد الفتاح السيسي. ولابد، وعبد الفتاح السيسي شخص الآن يداه ملطختان بدماء المصريين، هو وزير الداخلية وعشر شخصيات أحصاها تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن ما حدث مما جزت في مصر. هناك العديد من النشطاء السياسيين الآن الذين يحاكموا بخمسة عشر عاما وخمس أعوام المشددة نتيجة لقوانين سنها عبد الفتاح السيسي. أنا لم أعني جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولا يمكن أنا كمصري بقول لحضرتك، أنا مصري بقول لحضرتك لا يمكن من يظن أنه مستقبل مصر سيكون الإخوان المسلمين ليس طرف فيه، هذا وهم. ولكن ما نقوله أنه لا يجب أن لا يسيطر عليه الإخوان المسلمين أو غير الإخوان المسلمين. طيب، شكرا جزيلا أستاذ حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط من سويسرا. أعود إليك في هذه الفقرة أستاذ أحمد فوزي باختصار إن كان لديك تعليق بسيط، وعن الشارع إن كان سيسكت عن هذا الوضع. باختصار تفضل. لقد وعيد لمدخلة تتعلق بحكم المحكمة الدستورية عن الانتخابات. لم أتحدث عن مسار الثورة المصرية من 25 يناير. لا، البرلمان كان سيحدد مسار الخارطة التي حددها السيسي. أتكلم زي ما أديتي لضيفك من كلمين اللي أنا بحترمهم. تفضل، لكن وقتنا ضيق جدا صدقني أستاذ أحمد. تدخل القوات المسلحة في 3/7 كتدخل القوات المسلحة يوم 11 فبراير. اللي هتشوف 3/7 كانقلاب عسكري يشوف 11 فبراير كانقلاب عسكري. هناك وضعية خاصة لمصر لا أريد التحدث عنها الآن. أنا أريد أن أتحدث عن كل من ارتكب جرم الشعب المصري. طيب. نظام مبارك أو نظام جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يقدم لمحاكمة عادلة ومنصفة، وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب المصري بعد 3/7 يقدم لمحاكمة عادلة ومنصفة. ولكن أتحدث على أن هناك عوار سياسي وقانوني في قانون الانتخابات، يجب أن كل من لم يرتكب عنف ولم يثبت عنه أن يدعى إلى حوار جدي، هكذا فهمنا من وأرى أن جماعة الإخوان المسلمين قد ارتكب جرائم عنف حق الشعب كما يرى البعض أن نظام السيسي ارتكب جرائم ربما قد تكون أفظع. لكن فعلا وقتنا انتهى. شكرا جزيلا أستاذ أحمد فوزي الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي.